سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كي دايره صحيحه؟ كي دايره اموركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي اليوم فيديو ماشي في المحل، انا مازال البنات كونجي، مازال مطوله شويه. كما كتشوفوا حنا شدينا كونجي وخدنا واحد الوقت اللي بصراحه جايه تقريبا الشهر غير باش نرتاحوا. كانت عندنا خدمه اللي كثيره الصراحه، الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا فضل من عند الله. غير هو فيما كتكون الخدمه كثيره وكيكون عليك كيكون عليك الضغط، وهذه يعني كتكوني هزيتي بزاف. والناس اللي جاوا عندي المحل وجاوا في السيمانه الاخرى شافوني كي كنت كالعيا، بصراحه واضح لي على الوجه ديالي، يعني بحال خديت واحد الخدمه اكثر من الطاقه ديالي. كنت كنشد في زعما في القناه، يعني كنشد لي كوموند، الناس كيدوزو عندي الواتساب وهادو كناخذو لي كوموند وكنستقبلو حتى في المحل. هذا في الصراحه خلاني نتضغط بزاف وخلاني نقول لا بركه أوسام، خاصك تاخدي واحد الوقت لراسك. فريمون الخدمه ما سهلاش، خدمه كتبغي الصبر، سيرتو الدومين ديالنا كيبغي الصبر البنات، وكيبغي حتى كاين بزاف التضحيات كتاخديهم. يعني مثلا ما يمكنش لك انك توازني، ما يمكنش انك توازني بين حياتك العمليه وبين حياتك الخاصه، يعني ولادك اكيد كتكون واحد الكفه كتهبط من واحد الجهه، الا قاديتي هنا يعني غتهبط لك الجهه الاخرى. بصراحه فريمون كنت كنشوف هذا الشيء، كنت كنحس بواحد التانيب الضمير مثلا مع ولادي، كنت كنحس به الصراحه، كنلقى راسي ميلت ليهم شويه الكفه. كيكون عشانه ماشي في وقته، كيكون بزاف الحوايج، كتكون الضغط ديال الخدمه. كنحاول انني كتجي على وليداتي مساكن، كنحاول، انا ماشي ديك الام الصراحه اللي مهمله او هذا، ولكن كنحاول قدر المستطاع، وانني حتى الا كان واحد شويه كيكون غير قليل، ولكن كناكل الدق الصراحه، كناكل الدق. الحمد لله. داكشي علاش انا قررت وناخذ هذا الكونجي هذا، اللي هو في الصراحه خديته في وقت اللي يقدر يكون ما مناسبش ليا الخدمه ديالي، في شهر 8 اللي كتكون الخدمه او لا، واش فهمتوا؟ ولكن اضطريت، يعني بغيت نتصالح مع الذات ديالي، فعلا حسيت براسي كنت مخاصمه معها بزاف. كل الحمد لله انا كنتصالح معها بشويه بشويه. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الناس اللي كيسولوني كيقولوا لي علاش خديتي في هذا الوقت، هذا هو الجواب ديالي، وانني كنت محتاجه هذا الكونجي بغض ان الوقت ماشي مناسب، اولا هذا هو وقت الخدمه ديالنا، اولا هادشي كله مخلي هادشي كله، هاد الافكار كامله انا درستها وهادشي، ولقيت ما كاينش حاجه اهم من الصحه ديالي، اهم من الصحه ديالي او لا اهم من وليداتي. هاد القرار هو اللي وصلت ليه، داكشي علاش خليني ناخذ الكونجي بحال هكا. يلا بركت مع ولادي، يلا شفت حبابي، يلا تخيلوا معايا كانت كتوقع شي حاجه وكنكون انني خدامه، ما كنقدرش انني نتواصل مع الناس، لدرجه ان بعض المرات كيكون عزو ولا شي حاجه وما كنمشيش بحكم الخدمه. كنخلي حتى كدوز باقي لا شي 3 ايام بحال هكا عاد كنقدر. كما قلت لكم هادشي اللي خلاني في الصراحه نبرك وناخذ هاد الكونجي هذا، فريمون كنت محتاجه. هاد الايامات وليت يعني كنستغل حتى اي حاجه البنات، تخيلوا معايا اي حاجه، وقتي مع ولادي كنستغل، نشوف حبابي، وحتى حتى هادشي اللي كان الضغط اللي كنت مثلا اللي وصلني، مثلا وصلني حتى والديا ما كانوش في المغرب واحد 6 شهور، يعني ما شفتهمش، والحمد لله هاد الوقيته راه جاو، يعني حتى هذا خلاني انني ناخذ هاد الكونجي، يعني نبرك مع والديا واحد شويه، نشوفهم، نشبع منهم. هذا مكان خواتاتي حتى هما شفتهم، ويعني هادشي هاد الجمع ديال العائله انا كنت محتاجاه في الصراحه. هذا مكان، وانا اكيد غنرجع بالجديد، وغنرجع، كاين بزاف الخطط اللي عندي في راسي كاينين بزاف الصراحه، نتمنى من الله يوصلنا ليهم.
هذا ما كان انا اللي خلاني ندير لا فيديو ديال اليوم هو انني كنت حطيت واحد حطيت بوست في اليوتيوب وحطيته حتى في الانستغرام كنقول واش وحشتوني. الحمد لله لقيت الناس كاين اللي كيقول لي لا وسام بزاف عيقتي دخلي بركه، كاين اللي كيقول لي وسام بزاف لوحي لنا فيديو، كل واحد واش كيقول. الصراحه الحب ديالكم وصلني 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 الحمد لله. البنات وعاد ملي كنكون خارجه نقضي شي شغل ولا هادي كنتلاقى مع الناس اللي كتقول لي برافو وسام كنتفرجوا فيك، اولا كنكون مع راجلي كنلقى الناس كيديروا لي غير ها من بعيد. كنقول لكم شكرا بزاف صراحه، الحب ديال الناس حتى هو كيعاوننا فريمون كيعاوننا. كنكونوا محتاجين حتى هادشي، حيت مادام كتكتبي انك واش توحشتوني كنلقى بزاف لي كومونطاو ليا ولا كتقول لك كندخل اليوتيوب وما كنلقاكش، اليوتيوب خاوي بلا فيك. هاد الحوايج بصراحه كيشجعوني بصراحه، كنكونوا محتاجينهم. هذا ما كان، وهذه غنعطي حتى بعض النصائح في هاد لا فيديو هذا الناس اللي مقبلين على الخدمه، ونوريهم الدومين ديالنا اشنو اللي فيه مثلا خايب وشنو اللي فيه زوين. نبدا لكم بالخايب ولا نبدا بالزوين؟ صراحه هو دومين اللي زوين شريف وزوين وكيعيشك وكيعيشك حتى عيشه زوينه الصراحه، ما غاديش نبداو ننافقوا بعضياتنا، يعني كاين كيعيشك نيفو زوين كيعيشك نيفو زوين هاد الدومين هذا، يعني ما نكذبوش. ولكن واش بحكم زعما ها انت كاع عشتي مثلا خديتي صورتي واحد الفلوس وهذا، واش مثلا خاصك تقدي حتى الضغوطات ديال تقدي عليهم، انت كاع خديتي فلوس وكبر لك المشروع ديالك، ولكن خاصك تعيشيه بكل شيء ليه، تعيشيه بالزوين ديالو وتعيشيه بالخيب ديالو. كتصادفي فيه ناس، كتصادفي فيه عقليات، كتصادفي فيه كاينين شي ناس حنايا اللي والله القسم الا انا نعاود لكم ابسط الاشياء اللي ممكن اللي تكون تستفزك بعد المرات، مثلا اللي كتوصلك لواحد النيفو اللي مثلا كتلاقي مع شي وحده اللي كتبقى تدقق لك. تخيلوا معايا فلوغلي يا البنات فلوغلي، مؤخرا واحد السيده في رمضان في العيد يا ربي كنا صايبنا ليها واحد اللعيبه وجاتها غزاله فريمون، جاتها زوينه قيستها غزاله، الناس اللي حاضرين كلشي كيقول لها جاتك زوينه فعلا مفصله. احنا ما كنلقاوش مشكل في الفصاله البنات، ما حيت كنخدموا لي سياج، يعني كتجي البياسه طايحه على السيده. جاتها غزاله قيستها وهذه عجبتها، مني قيستها خاصها تحطها تشوفها وكتبقى تقلب وتشوف، كنبقى نشوف انا كنقول لا. تخيلوا معايا اللوغ اللي فلاتها للسيد وقيستها وحطت الضوفة على الضوفة واحد نص سنتيم نص سنتيم زيد في الظهر، قالت لي لا ما يمكنش خاصك تقادي لي، حليناه وقاديناه البنات. وانا من الطبع ديالي كنبغي نيسر زعما مع الناس، نقدر نكون يقدر يكون طلع لي الزعاف ولكن ما غنبينوش ليك، حيت كنبقى ديما حاطه في بالي هذيك السيده اللي جات تخيط عطاتنا فلوسها، يعني خاصنا نرضيوها، يعني هزت واحد الفلوس وعطاتهم لينا باش غتاخد هذيك البياسه، يعني هي من حقها، كنقول انا من حقها، ولكن ثاني بنادم ما غاديش تسخسخي دابا واحد السيد لهالدرجه واحد نص سنتيم هبطنا قديناه طيبناه هبطناه ليها صلحناه وكلشي الفوق. قالت لك لا باقي واحد شويه واحد نص من نص سنتيم. تخيلوا معايا لهذه الدرجه. عرفتي شنو درت البنات؟ قلت لسيدي هبط مول فينيسيو، انا حشمت من الدري في الصراحه، قلت قويت عليه مسكين. قلت له يهبط ملي هبط بقى يقول لها انت راه واحد شويه، قالت له هاد شويه هذا عافاك ردوا لي طلعوا لي، عودنا طلعناه. قلت لها عرفتي غديري سيري حتى الغد ليه وجي باش هكا هي كتكون غير حدا هناك حتى الغد ليه وجي وشوفي. عرفتي بركت وشديت هذيك البياسه البنات ونبلتها انا بيديا وصلحتها وعاد عطيتها لي، وكنقاد البياس بحال هكا وكنقول لي ها انت غتمشي معاك، يعني قديتها مع انايا وصلحتها عاد هو قادها، يعني فهمتي الغد ليه ملي كتجي ثاني كتشوفي السيده بحال جايه على اساس ماشي باغا دير الفياسه ولا كتقلب لك على
داك الديفو مثلا فينا هو، وحنا راه حيدنا لها داك نص سنتيم اللي كان زايد قاد دينا لها، ومن الطباقه هي كتقلب وكديرها وهي تقول لي بهاد غنمشي للدار ونقيسو، الا كانت حاجه من ورا العيد نجيبها لك ثاني تعاودي تصايبي ليا تنبل ليا هذيك. بقيت كنشوف قلت زعما ما عرفتش واش كاع الناس حنا من هاد المشاكل اللي كنتلقاو هاد الناس هادو. كيكون بعض المرات مثلا شي ديفو انا اللي ما غاديش نقدر نخرجه للبنات، والله القسم انا كنشد البياسه كنعلقها كنشوفها بان ليا فيها الديفو قبل ما تجي السيده خاصني نقاده. بعض المرات تقدر ما يبان ليش اشنو فيها، ودي حتى كتقيسها مولاتها ما نخليهاش ديها. عرفتوا علاش البنات ما نخليهاش ديها؟ هذاك الديفو اللي غيوريه ليها واحد اخر خصني نقادو انا ملي توصل البياسه عندها ولا تشوفها السيده. ما يجيش واحد اخر براني يقول لها انت راه شوفي جلابه شنو فيها، ودي انا بان ليا انا نحيدو انا، فهمتوا؟ وحنا ثاني ماشي ملاك يعني ما غاديش ما يمكنش لاننا ما نديرو حتى غلط، ما يمكنش ممكن راه حنا غير بشر حنا خدامين بيدينا وكنطرزو البنات كيطرزو بيديهم، واش فهمتي؟ كتكون واحد شويه الخير في المساعده. بعد المرات كتلقاي شي ناس اللي ما كي المهم هادو من بين البنات اللي باغيين يبداو مشاريع، واش غتقدي عليها بحال هاد النموذج هذا؟ فهمتي كيكون نموذج اللي صعيب، خاصك تعرفي كيفاش تتعاملي معاه، خاصك تسايسي، خاصك تضحكي ليه في وجهه. هاد الشيء اللي ممكن انا كنت كنعطيه مثلا للناس، وهذا كان شويه كيأثر عليا لداخل، داكشي اللي خلاني صافي نحبس ماشي نحبس غير نحبس الخدمه. بالعكس انا من النوع اللي كيكون ديما عندي الاصرار في الحاجه، وهذا انا غير كنوضح شي حوايج للناس اللي بزاف كيقول لي شنو الصعوبات اللي لقيتي. من بينهم هادو اللي كنلقاهم، ولكن كنحاولوا اننا نتغلبوا عليهم مع الناس، تسايسيهم، ضحكي في وجههم، كتخرجي البياسه، وخاص السيده تخرج البياسه وهي ناشطه ماشي كاعيه، فهمتوا البنات؟ هادو حوايج مهمين انا كنعتبر مهمين. بين الحوايج اللي ثاني كنأكد على هاد الدومين، مثلا صعيب بالنسبه لشي وحده اللي مجوجه ووالده ما كيكونش التوازن عندها في الدار ديالها، خاص يكون الزوج ديالها او يعني كيقدر هاد الخدمه اللي كتخدمها الزوجه ديالو، يعني مثلا متفاهم واحد النهار ممكن ما يوجدش الغدا في الوقت، متفاهم ان فهمتوا هادو حوايج اللي ممكن نخرج بكري انا مع السبعه، ممكن فهمتوا هادو حوايج اللي كيقدر ممكن تجيني كليانه اللي انا واخا كنحاول ان نحبس مع الثمانيه، ولكن ممكن كنلقى وحده تال السبعه ونص وهي جايه شاده الطريق من الرباط، يعني ما تقوليش لا اختي انا صافي راه حبست ولا وصلت عندك مع الثمانيه لا ولا اختي صافي بركه وهي شاده الطريق جايه لعندك، يعني هادو حوايج كيكونوا شويه صعاب. ومن بين الاشياء اللي كتكون زوينه بصراحه كتصادفك مع ناس اللي زوينين كتعطيك معارف اللي ممكن ينفعوك بصراحه، كتلقاي ناس اللي حلوين ملي كتكون داخله كتكوني تعاملتي معاهم، ملي كتكون داخله من المحل وهزات الثوب ديالك كتفرحي فرحانه انك غتعاملي مع عارفه التعامل ديالها، عارفه كيفاش كتخدمي معاها. هادو حوايج صافي يعني كتكوني فعلا مبشوره بشي ناس اللي جاوا، والله القسم البنات كنفرحوا بشي ناس. انا بالطبع ديالي كنفرح بكل شيء، يعني ما نقدرش نخسر كل شيء، ولكن كاينين شي وحدين اللي كيفرحوني من الداخل، كيكونوا جايين عندي اولا تعاملت معاهم ديجا ما حنوناش ما سخسخوناش بزاف الحوايج. اون بليس ثاني من الحوايج الزوينين هو ان كما كنقول هو ان هذا الدومين زوين وشريف وكيعيشك عيشه زوينه، يقدر يعيشك المعيشه ديالك ويقدر يغنيك انتي زعما وشطارتك، وحتى داكشي ارزاق، كاين الرزق بيد الله هو اللي كيعطيه لك، الله هو كفيل بالرزق ديالك بصراحه، ولكن كيعيشك بصراحه هاد الدومين كيعيشك كيغنيك على بزاف الناس. هذا ما كان هادو حوايج اللي زوينين في الدومين صراحة، اللي كيعطيك واحد الاستقلالية بالذات، يعني أي وحدة بغات دير هاد البروجي كنقولها الله يسهل عليك، غير التزمي بالصبر. التزمي بالصبر. كاينين شي ناس اللي غيزعفوك في الدومين، أنا ما كنعممش البنات، ولكن كتصادفي شي ناس بحال هكا، وكتصادفي الناس الزوينين وكتصادفي الناس الخايبين وفهمتوا، ولكن التزمي بالصبر باش تقدري تكملي.
هو انا انا كنشوف ان كاع حيت كنجي مثلا نعاشر شي ناس عندهم شي دومين اخر كتقول لك الخدمه مع العيالات صعيبه وهادي وفهمتي يعني بصراحه ماشي سهل اي خدمه كتقدر كتكوني كونتاكت مع الناس يعني كيكون ماشي سهل. ولكن واش غادي نوقف؟ هذا السؤال كيطرح راسه، واش انا غادي نوقف؟ انا عندي شي اهداف مثلا شي حوايج اللي دايراهم في راسي وهما اللي كنقول مثلا من هنا للقدام كاين واحد البروجي خدامه عليه كنتمنى من الله يسهل ليا فيه، هو اللي مثلا غير يريحني شويه، كنقول غادي يريحني شويه غير يريحني من شي ضغوطات، نتمنى من الله يسهل عنا فيه. اليوم جيت باش نعطيكم هذا الشيء باش نقول لكم حتى علاش غبرت وشنو اللي خلاني مثلا وقفت من اليوتيوب وبركت كونجي، وثاني اللي خلاني ثاني الفاكسان البنات راه يلا ساليتها ويلا غادي نسافر انايا نسافر بولادي حيت ما يمكنش ما خرجوش العام اللي فات وخاصهم يخرجوا هذا العام ان شاء الله باش حتى هما يتنفسوا شويه. سمحوا لي هذا ما كان اليوم، جيت باش نشكر حتى الناس اللي اتصلوا بيا في العواشر واللي باركوا لي العواشر والناس اللي كتسول عليا وكتلوح لي ميساجات في الواتساب كتقول لي والله الا توحشناك، حتى انا بالدور ديالي كنقول لكم توحشكم وشكرا لكم، شكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم على حيت واخا ما كنلوحش لي فيديو دابا الناس كيدخلوا وكيتفرجوا في القناه ديالي، شكرا بزاف. كاين اللي كتقول لي ولفت ندخل نشوفك ولفت نتصنت ليك ولفت نسمع ليك، واحد الوحده قالت لي بحال كنت متبعه شي فيلم شي مسلسل كل نهار كنقول لكم شكرا فعلا والله الا شكرا شكرا بزاف بزاف، والله اللي خطيكم عليا ومرحبا بكم، اكيد كنوعدكم بالجديد اكيد، وغيكونوا عندنا ان شاء الله شي فلوغات اللي غيكونوا مثلا في الدومين ديالنا وهادي غنشاركهم معكم، غير نسالي شي تخربيق عندي ونبدا معكم البنات. غنحط واحد البوست في اليوتيوب وغنقول لكم شنو التساؤل اللي تبغوني نجاوب عليه، هكا خليو ليا كل شيء اي وحده تخلي ليا ميساج اولا شي سؤال وهكا باش نجاوب على كل شيء الناس اللي كنعرف حيت ما كنقدرش نجاوب على لي كومونتير. هذا ما كان، مسخيتش بكم وفيديو جاي ان شاء الله وبسلامه.